انا بتكلم بجد. ودي ايدك اهي اهو، ببص على ايدك، ببص على ايدك وبحب على رجلك، على رجلك كمان. بس ريح قلبي وقول لي الواد فين. ابوس ايدك وانت بتقول لي الواد عايش ولا ميت. ابوس ايدك، ابوس ايدك لو تعرف ابني فين. ريح قلبي وقول لي هو فين. اهو ببوس ايدك اهو اهو اهو. والنبي لو تعرف الواد عايش ولا ميت. ريح قلبي بس كنت بسأله الواد، الواد فين؟ خلاص والله انا مستغرب. أجرت رجل عشان يقتلني وعدتها كرم، وعدي لأكتر من كده. بس لو شميت إنك متفق مع بلال شامة إنكوا تبعتولي الرجل ده، قسما بالله لهد عليكوا بيتكوا وبيت فتح الله، أخليه يتشب القمر الصناعي خرم. امي ما اعرف الغالية، ما اعرف الناس دي مين. بس والله بالمناسبة اللي حصل دلوقتي ده، ان سرايا تحب على ايدك، الموضوع ده ما يخصنيش. الست دي تبقى طلقتي. تطلق يا سرايا. والله كل واحد يشوف حاله، يلا اتكلوا على الله. واقفين كده ليه؟ ورياضه ملك ليه؟